اليوم معنا عبد الرحمن طالب. عبد الرحمن طالب، اللقاء ديال كاس العرش العربي غيابات، كيفاش عدت الكره هذا اللقاء؟ اولا ما كاينش غيابات بالنسبه لاي لاعب غادي الا والثاني كتعطي الفرصه في هذه المقابله، ديال الفرصه لاعبين اخرين يولد ما سمحش لها بالتحسس بالغيابه، وحنا جميع العناصر اللي موجوده الا وهي مؤهله باش الخميس يولد. هذا اللقاء بالطبع يكون صعب لان اي فريق سيناتي بكبر او فريق كبير، ولكن غنطلبوا بجميع الوسائل الذهنيه والتقنيه باش نفوزوا هذا اللقاء ونواجهوا الفائز في فريق خليفه ولا هو مركز. الوداد دائما عنده عقده مع الاتحاد كما كانت مع خليفه. غياب الجماهير، غياب الجماهير نداء فيصل، تكلمت معهم بان اما عندهم جوج حوايج، اما ودادي او غير ودادي. اذا كنت انا ودادي فاتمنى جميع المشاكل ديال الجميع، القميص الاحمر ديال الجميع هي لازم يحترم، والاسم وداد لازم يحترم. فاذا كان ولولا الوداد لا تكون انتم، فلهذا كنطلب منهم باش يرجعوا يشجعوا فرقتهم ويناسوا جماهير اخرى وليسوا مال الفرق اللي غتنافس معهم الدوري، وهذه فرصه العمر باش ان شاء الله ان شاء الله غتفوق، ولكن تغيبكم لن نكون بالقوه الزائدة اللي كنزيدونا في المدرجه. سمعنا عبد الرحمن طالب تلقى تهديدات عبر الهاتف، ما صحة هذه الاخبار؟ لا ليس هناك تهديدات، بالعكس جميع الحمد لله جميع البيضاويين والوداديين وغير الوداديين تساندوا عبد الربي في العمل واللي كان بعض الاشخاص كما تنقولوا دائما كلمه تيبغوا يزعزعوا الاداره التقنيه، فالتزموا لبعض الفتيات بكل صراحه وعطاهم الرقم ديالي باش يخلقوا لي مشاكل. الحمد لله ربنا كبير على هذا الشيء، ما غير كرة القدم عبد ربي رؤوس الجامعي والحمد لله وطير مدة 20 سنة، فهذا لا يؤثر في أكثر ما يعطيني قوة باش نواجه هذا التيار يعني الخبيث واللي ما عندوش شخصية اللي تتخبى وراء النساء. شنو كتمنى تسلك الوداد؟ الوداد راه عائلتي، أنا تكبرت في الوداد، كبرت في الوداد بالوداد، انا عبد الربي مدرب وسيم كور عبد المرحوم هو اللي جعلني نتاثر خارج الوطن مده 10 سنوات باش نكون مدرب. الحمد لله دربت الوداد في السنوات الكبيره من 89 حتى 99، دونك عندي 10 سنوات في الوداد، تالقت معاهم دينا معاهم جميع يعني كاس كؤوس العرش البطولات، ديت معاهم كاس افريقيا، ديت معاهم كاس افرو اسيويه، كاس العرب، السوبر كوب، هذا في حد ذاته انجاز. الغياب ديالي 13 سنه كنت غاب تاع المغرب 8 سنوات، ورجوع ديالي بلورت المعارف ديالي التقنيه والتقسيم باش ندخل من باب اوسع في الوداد. فالمجيء ديالي ما جاش على الصدفه، كان مدروس الاخوان المسيرين والجمهور البيضاوي، ربيت رغبه القلب اولا، ثانيا ربيت رغبه المحبين ديال الوداد باش يكون انطلاقه ان شاء الله ورجعوا للزمن القريب اللي هو اللي كان زمن ديال الاحتفالات والبطولات. واش ممكن سي عبد الحليم 3-0 ديال نادي قناه، تشوف السير يعني واش هي قوه بدايه الوداد ولا ضعف ديال نادي قناه؟ تنظن هذا النادي قناه اللي تعادل مع اخرين يمكن اللي فاز الرجاء ليس ضعيف. هذه حسابات، فاذا هذا خريبكا اللي تعادل بضرب الجزاء يمكن قاسيه امام نادي قنيطرة اللي فريق كبير وجات الوداد، علاش بغينا نصغروا الحجم ديال الانتصار ديال الوداد؟ فلهذا تنظن ان السنه الفريقه نادي قنيطرة كانت على وشك السقوط فاز بالضربين، فلهذا الوداد غادي في السكه الصحيحه، ولكن شريطه ان الجميع يلف حول هذا الفريق الكبير. سعد الرحيم طريد بالنسبه للائحه ديال الوداد واش يمكن نقولوا بانها غلقتوها ولا مازال كاين شي بعد اللي كاين فيها؟ هو انني خليت ثلاث اماكن اذا ظهر شي لاعب اعلى مستوى، الا ما كانش ساكتفي بمدرسه الوداد. المراكز بالنسبه للمراكز، مراكز وسط الميدان هو اللي خصنا نبقى، لان الان بقدوم زايد ومجي ما بقاش عندنا مشكل ديال الظهير الايسر والمدافع، اللي تيبقى هو نبحثوا على صانع العاب، حنا كنبحثوا وان شاء الله في ايام قليله غيكون صانع العاب نكمل راس حربة ثاني. على ذكر مدرسه فريق الوداد البيضاوي، واش يمكن لنا غنشوفوا هذه السنه اعتماد على لاعبين؟ شحال من لاعبين زروط ابن الوداد، عطوش ابن الوداد، حبان ابن الوداد، فكلهم ادو ابناء الوداد، فلهذا اصبح عندي 6 لاعبين في المنتخب الاولمبي، فهذو كلهم عندهم فرصه باش يتالقوا من الوداد. يعني الهدف ديالي الاساسي هو نلعبوا الادوار الطلعيه ان شاء الله السنه هذه بالاستعانه ديال الجمهور تنكد عليها، وفي نفس الوقت اخر سنه يكون عندنا فريق اقل من 93 السنوات القادمه ان شاء الله. شكون عبد الغني؟ عبد الغني انا التقيت معاه في السعوديه ولكن ليس هناك شيء رسمي. اللي كان هو كان عنده الامنيه باش يرجع، بالطبع كنت بغيتو يرجع للفريق، ولكن عنده مشكل مع الفريق ديالو لحد الساعه لم تنتهي المشكل ديالو مع الفريق ديالو، فهذا ليس هناك شيء رسمي. نفس الشيء، الحواصي يمكن 90%.